في الحقيقة انه في اهتمام كبير بذوي الهمم على كافة المستويات. لسه يا دوب من شوية كنا بنتكلم مع حضراتكم في تقرير عن مسابقة للفروسية لذوي الهمم. دلوقتي هنتكلم عن مبادرة مهمة أطلقها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه المبادرة عنوانها أسرتي قوتي، بتعد نموذج حقيقي للإرشاد والتوعية الأسرية الشاملة. المبادرة بتعمل على تمكين الأسر بالمعرفة والمهارات لتنمية قدرات أطفالهم والعمل كمان على دمجهم، وكمان بتساند الأسر في فهم احتياجات أبنائهم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. صباح الخير عليكم، أهلا بيك يا دكتور. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل المبادرة، إيه هي أهدافها، إيه وصلنا لحد فين فيها دلوقتي بالذات كمان في المحافظات؟ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو الحقيقة احنا بنحرص على ان احنا نكون مكون الإعاقة موجود في جميع الاستراتيجيات والسياسات في الدولة، وبالتالي احنا في إطار المبادرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصنا على ان يكون مبادرتنا أسرتي قوتي ضمن هذا المشروع، لأن احنا يعني الحقيقة من 2022 ل 2025 المبادرة بتستمر على مدار هذه السنوات، لأن احنا يعني بنأكد ان الأسرة المصرية ليها دور مهم جدا جدا في حياة جميع أفراد المجتمع، وبما ان الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعني أحد هؤلاء المواطنين اللي ليهم دور مهم جدا في المجتمع المصري، فإحنا حرصنا على أن الأسرة يكون لها دور في تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وأولادهم. والأسرة الحقيقة يعني مش بس الأم ولا الأب، لكن الأخت، الأخ، الخال، العم، احنا يعني انتوا بتقوموا بتمكين الاسره كلها، بتوعيه يمكن الاسره كلها في ازاي نمكن لو عندنا حد من اسرتنا من ذوي الهمم ازاي نمكنه يعني؟ بالظبط طبعا. المبادره بتبقى هدفها تمكين ودمج الاشخاص ذوي الاعاقه من خلال تمكين الاسره نفسها. بتبقى على محورين، ان احنا بنعمل توعيه بافراد الاسره بالحقوق والقوانين وكل الخدمات اللي بتقدمها الدولة في لأولادهم. كمان احنا بنهتم ان احنا نعمل لهم ارشاد اسري ودعم نفسي، وبنوفر لهم اخصائيين اجتماعيين يتكلموا معاهم ويدعموهم ويعني يدوهم كل الخبرات اللي هم محتاجينها علشان يبقوا داعمين لولادهم. عظيم جدا. دكتوره، لمستوا ايه من خلال هذه المبادره في المحافظات المختلفه؟ هل الاهالي كان عندهم قدر ولو بسيط من الوعي باحتياجات ابنائهم من ذوي الهمم؟ لانه جزء كبير جدا من نجاحهم هو تقبل المجتمع، هو فهم المجتمع لطبيعه احتياجاتهم، وفي القلب من المجتمع طبعا والاساس هما اسرته، اسره الشخص من ذوي الهمم. ما هو احنا ده اللي احنا عملناه الحقيقه، ان احنا جبنا مقدمي الخدمه وجبنا المجتمع المدني وجبنا الاسر وقعدناهم مع بعض كلهم علشان كلهم يتشابكوا، يعني يبقى في شبك ويستفيدوا من خبرات بعض كمان. بالظبط، كل واحد يقول ايه اللي بيقدمه وايه اللي محتاجه. واكتشفنا الحقيقه ان الاسر بتبقى في حاجات كتيره هي مش عارفاها الدوله بتقدمها، يعني الدوله بتقدم خدمات ولكن الاسر يا اما مش عارفه ان في خدمه يا اما مش عارفه توصل للخدمه ازاي. فده اللي احنا عملناه، لان الحقيقه احنا بيوصلنا عبر منظومه الشكاوى، لان المجلس طبعا هو الهب اللي بيبقى مجال الاشخاص ذوي الاعاقه كلهم بيجوا لنا عشان يقدموا شكواهم عبر منظومه الشكاوى اللي احنا بنوفرها في المجلس. فاكتشفنا ان الاسر بتبقى ساعات عايزين حاجات بس للاسف هو مش عارفين الدوله بتقدمها او مش عارفين يوصلوا لها ازاي او عندهم مشكله ما اثناء تقديم الخدمه، فاحنا بنجيب مقدمي الخدمه علشان يتكلموا معاهم. لو في اي مشكله احنا وصلنا طبعا محافظات زي ما حضراتكم عارفين، مش بس القاهره والجيزه والقليوبيه، لكن احنا رحنا اسكندريه والبحيره ورحنا المنيا، رحنا اسيوط، رحنا بني سويف،
رحنا الأقصر، محافظات يعني شمال وجنوب وشرق وغرب الحقيقة. عظيم جدا، يعني مهم طبعا احنا نكون موجودين في كل المحافظات، وزي ما حضرتك ذكرت كده على مدار سنوات كتيرة، مش مجرد مبادرة هتنقضي في أيام معدودة. كل الشكر لحضرتك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.